السودان في الفترة الأخيرة شهد الكثير من النكبات الاقتصادية والصحية والبيئية، ومن خلال النكبات دي كده احنا شفنا العديد من المبادرات اللي بتعمل في خدمة المجتمع. في ترند حلقتنا اليوم من برنامج 24 قراط نحن مستضيفين مبادرة نداء الخرطوم. حنتكلم عن المبادرة ونعرف بها والأدوار اللي بتقوم بها المبادرة في المجتمع. ضيفتنا داخل الاستوديو الأستاذ رندا محمد عثمان، مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. كيف الاحوال استاذ فريد؟ الحمد لله، الله يخليك. كيف الامور؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. في البدايه كده نتكلم عن مبادره نداء الخرطوم كفكره والهدف منها شنو؟ اوكي، طيب في البدايه المبادره انطلقت من مهتمين في اعضاء في جمعيه السودانيه السويديه، جمعيه الصداقه السودانيه السويديه، كانوا مهتمين بالحاصل في الولايه. الصداقه السودانيه السعوديه السويديه السويديه ايوه السودانيه، دي بدايه المبادره كده يعني. ايوه اعضاء في الجمعيه دي هم كان عندهم اهتمام بالمشاكل في الولايه، من نقل، من نظافه، من طرق، من صرف صحي، كل الحاجات في الولاية. فكان طلعت المبادرة من هنا، وبعدك انضموا لها رجال أعمال وصحفيين وقانونيين وكذا عشان يشتغلوا مع الولاية عشان يطوروا الأداء في الخدمات بتاعة الولاية كلها اللي بتقدمها للمواطنين. دي بداية المبادرة الفكرة. أيوة. الهدف الأساسي كان شنو من المبادرة كده؟ الهدف المشاكل اللي تتحدث عنها دي يعني، ولا أيوة في هدف محدد كده كان للمبادرة؟ أيوة، إنه حل المشاكل في الولاية اللي بتواجه المواطنين في الولاية، اللي هو من الخدمات تحت الصرف الصحي، خدمات النظافة، الطرق، التعليم، الصحة، كل الخدمات اللي بتهم المواطن. وهي من البداية بدأت كنداء الخرطوم ولا كان عندها شكل تاني وبعد ذاك تحولت لمبادرة كنداء الخرطوم؟ على أساس أنه يتعامل مؤتمر بالتضامن مع الناس الولاية، أنه يقعدوا يشوفوا المشاكل في الولاية شنو عشان تتلاقي لها حل لقدام، يعني عشان يطوروا أو يرقوا الولاية من كل الخدمات للمواطنين. طيب يعني يا رندا، نحن لما نقول دارين نطور ولاية كده يعني دي حاجة ضخمة جدا كده، وبالذات من يعني يكون واحدة من الأهداف إنك تشتغل في البنية التحتية زي الصرف الصحي مثلا أو معالجة مشاكل النقل كده تحديدا، بقى لازم يكون في شركة في المبادرة دي كده. تكلميني عن الشركة اللي هم جزء من المبادرة بتاعت نداء الخرطوم. الشراكة الأساسية مع الولاية ذاتها، اللي هو بالتعاون معهم بتعرف النقص شنو المحتاجاه الولاية عشان يقدروا الناس يسدوا معهم النقص ده. فكان حيتعمل مؤتمر في شهر 3 على أساس أنه تطرح فيه كل المشاكل. شهر 3 السابق ولا أيوة القادم؟ شهر 3 السابق لكن ما لم يقام هذا أيوة المؤتمر. أيوة، هي بدأت بداية العام ده انطلقت المبادرة على أساس أنه كان بتجهز أنه شهر 3 يتعمل المؤتمر فيه وتتعرض المشاكل وتتوجد لها حلول عشان يبدو الناس يشتغلوا على الواقع. الحصل يعني شنو؟ الحصل إنه الكورونا جات وتأجل المؤتمر ودخلت المبادرة طوالي مع ناس الولاية في مع الجمعيات والمبادرات في المنصة السودانية للكورونا. كان يعني الوضع الراهن في الوقت ذاك الكورونا كده طوال المبادرة يعني دخلت أيوة في ملف الكورونا بالتأكيد، يعني هي دي الحوجة الواضحة كانت في الفترة أيوة دي كان. أيوة كانت الحوجة، فاشتغلت مع الجمعيات والمبادرات في المنصة السودانية للكورونا. بعد ما انتهت الكورونا أو هي لسه استلفي، لكن بعد ما استقر الوضع كان برضو بيجهزوا لأنه يعملوا مؤتمر. في شهر 5 اتعملت حملة بتاعت نظافة نداء الخرطوم في كل الخرطوم مع تنسيق مع الولاية والجهات النظامية. فيها تم نقل حوالي 60,000 طن من النفايات لخارج من الشوارع العامة في الخرطوم. أيوة كده أيوة كان أيوة كلها كانت عبر المبادرة. أيوة أيوة بمساعدة مع من المبادرة للولاية. الولاية فبعد ذاك بعد ما تنقلت النفايات وتعمل تعقيم للمناطق التجمعات برضو عشان الكورونا، بعديها جات الفيضانات والسيول ودخلنا برضو في الملف بتاع. طيب يعني من خلال كلامك انا فهمت ان انتم بتتعاملوا مع الولايه بصوره مباشره، يعني المؤسسات أيوة الحكوميه أيوة اللي بتعمل في اي ملف انتم عاوزين تخدموا فيه وكذا. أيوة كيف التنسيق ما بين المبادره يعني الولايه تحديدا كذا؟ انتم تفشل الجهات الرسميه دي بتقولوا لا احنا عاوزين نعمل 1 2 3، بتشوفوا هم ممكن يعملوا شنو، انتم ممكن تعملوا بشكل التنسيق بيكون كيف عموما؟ ايوه يعني هسي مثلا كان مع الولايه مباشره، يعني هسي في الفيضانات والسيول تواصلنا مع ناس الولايه على اساس يوجهونا للناس للغرفه بتاعت الطوارئ بتاعت الولايه للفيضانات والسيول. فتواصلنا مع وزاره التنميه
الاجتماعية. لا يعني احنا نرجع لورا شوي كده، انا بتكلم عن من بداية المبادرة كده، يعني كله كان التنسيق يعني النظافة وعملكم كله عن طريق الولاية لانهم هم الادرى بالوضع الراهن بالوضع الراهن وباماكن النقص والحاجات اللي هم محتاجينها وكده. فكانت الطوالي مباشرة مع الولاية يعني. يعني كان في الملفات اللي انتوا اشتغلتوا فيها مثلا في الكورونا وتحديدا حملة النظافة، وسي حاليا شغالين في السيول والفيضانات كده، هل بتواجهكم مشاكل؟ مثلا بيكون في مشاكل في الميزانيات، بيكون في مشاكل في التنسيق، او مشاكل في الكادر ذاته بتاع المبادرة؟ والله هو الكادر بتاع المبادرة عشان يداب جديد المبادرة وكده، فأيوة يعني هو منضم لها ناس سفراء وقانونيين وصحفيين وإعلاميين، فما في هسه حاليا ما في إشكال لأنه التعاون مع الولاية مباشرة يعني التنسيق مع الولاية إنه بيورونا طوالي الناس المباشرين الماسكين الحاجة دي. يعني هسه في الفيضانات طوالي اتصلوا بينا بين الناس المحليات اللي هم عاملين مسوحات للضرر في كل ولاية في كل منطقة كده، بنتعامل معهم مباشرة إنه عندكم حوجة في شنو، عندكم حوجة في شنو كده، وبتحاول المبادرة بتاعت نداء الخرطوم عن طريق أو بالحملة خريف 2020 اللي هي بشعار التكاتف عافية بلد. جميل. طيب يعني أيوة. التدخلات اللي انتم بتدخلوها في المشاكل المجتمعية دي أو الأوضاع الراهنة دي أو النكبات اللي بتصيب المجتمع دي، دائما الميزانية بتكون مكتملة ولا بيكون فيها نقص أحيانا بتسعوا لأنه انتم مثلا؟ والله حسب. أيوة يعني هم يعني مثلا أنه بيقولوا لنا إحنا محتاجين كده، فالمبادرة بتشوف عندها كم الميزانية وبتحاول تساعد في حسب الحاجة المتاحة عندنا يعني. وعموما كيف يعني انتوا كيف بتجمع ميزانية المبادرة؟ هل من خلال أعضاء المبادرة هم ذاتهم؟ أيوة بتفتح مثلا الشكل بتاع تبرعات لكل الناس؟ الأعضاء لأنه هم فيهم رجال أعمال وفيهم إعلاميين وفيهم سفراء وفيهم كده، فبتجي التبرعات عن طريقهم وبتدخل في المبادرة في الميزانية بتاعت المبادرة. طيب جميل. يعني برند الوضع الراهن هي السيول والفيضانات كده، وأثرت في مناطق كثيرة جدا في الخرطوم كده، يعني احنا في قلب العاصمة وفي مشاكل بسبب يعني زياد مناسيب النيل كده والبيوت الغرقة كثيرة جدا، مع انه في احصائيات دقيقة يعني للبيوت الغرقات والأسر اللي تأثرت او فقدت بيوت كده. عمل المنظمة تحديدا في السيول والفيضانات بدا كيف كده وماشي كيف حاليا؟ طيب في السيول والفيضانات بدينا بانه برضو قعدنا مع الولاية بانه نعرف الحوجة. الولاية وجهونا لوزارة التنمية الاجتماعية اللي هي بتهتم بالأسر المتضررة والمنكوبين في ولاية الخرطوم. عملنا اجتماع معهم وودونا عملنا تنسيق معهم على أساس يدونا المحليات المرسغين في المحليات اللي هم عملوا المسوحات بتاعت الأسر. يعني نضرب مثلا محلية شرق النيل، السلام عليكم، الحاصل عليكم شنو، عدد الأسر اللي حصل لها. هم لما يدونا التقرير بيقول لنا مثلا 30 أسرة حصل لها انهيار كامل، 40 أسرة حصل لها انهيار جزئي، يعني هم عاملين مسحهم كامل وجاهزين، عارفين إنه المنطقة دي مثلا اتدمرت دمار كامل، دايرين خيم، دايرين مشمعات عشان ينقلوا الأسر لبرا الحتة المنطقة. جميل. المناطق اللي اشتغلتوا فيها في الخرطوم وين؟ اشتغلنا في بحري واشتغلنا في في بحري تحديدا وين؟ لأنه في كذا منطقة في بحري يعني مثلا المحليات اللي تأثرت. كان منطقة التمانيات التمانينات قرية التمانيات التمانيات اسمها. أيوة اللي هي هناك قريب للجيلي. التمانيات يعني تأثرت شديد كده، هي واحدة من المناطق حتى الظاهرة في السوشيال ميديا كده يعني أخذت يعني رواج كده، إنه التأثر بتاعها عالي جدا كده. الوضع كيف كان؟ والله لما مشينا لقينا إنه المنطقة كلها مغمورة بالموية والبيوت كلها وقعت، الناس حالتهم صعبة شديد، نسأل الله ربنا يلطف بهم. كان وزعنا عندهم حقائب، عملنا حقائب سلات غذائية كانت أيوة سلات غذائية. وزعنا سلات غذائية في منطقة التمانيات، ووزعنا سلات برضو، عملنا 1000 حقيبة وزعنا في جبل أولية في كلاكل القبة، ووزعنا في أم درمان في الريف الشمالي في منطقة اسمها الحوشات، كلها حقائب غذائية كده يعني كانت. أيوة بالتعاون مع الولاية برضو أديناهم شاحنات عشان تساعد في نقل التراب في الحاجات دي وكده. برضو تم التبرع ب 5000 شوال للترس، برضو سلمناها للمحلية محلية أم درمان. برضو تم التبرع بخيم، سلمنا منطقة صالحة أم درمان خيم عدد 40 خيمة. تحديدا منطقة صالحة المناطق المتضررة فيها
اللي هي بوصلنا حي النيل تقريبا قالوا اكثر حد كان متضرر كده. ايوه دي المشينا دي اظن صالحه الشقله تقريبا. الشقله اي تقريبا اديناهم على الأربعين خيمه، واشترينا برضو طلمبات بتاعت مويه بتاعت شطف اللي هي برضو حتتسلم لناس الولايه للمناطق المتاثره بالمويه. دي كل الحاجات اللي اتعملت عبر النداء الخرطوم اللي هي الخيم والسلات الغذائيه والشوالات بتاعت الدروس. طيب يعني برندم من خلال عملكم او من خلال وصولكم للمناطق تحديدا اللي احنا ذكرناها وانتم تبرعتوا لها باشياء معينه كده، حجم الضرر كده بصوره عامه كده يعني انت شايفاه كيف؟ محتاجين لسه كثير شديد كده يعني، ولا قطعنا نص المسافه، او يعني لسه تحسين ان المشكله كبيره يعني اكبر من عمل المنظمات او المبادرات اللي شغاله في الحاجه دي؟ بالضبط كده، الضرر كبير شديد في الولايه كلها وبر الولايه، يعني هنا قدر المنظمات والمبادرات الشغاله ما بتقدر تكفي حجم الضرر الحاصل في الخرطوم وفي بر الخرطوم كمان. يعني الحاجه دي محتاجه انه الناس كلها تتكاتف مع بعض عشان نساعد اهلنا في كل انحاء السودان، وان شاء الله ربنا يلطف بهم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. والاستمراريه حتكون كيف كذا يعني؟ لسه يعني هي ما زالت المناطق لسه غارقه، ولسه النيل في ازدياد في بعض المناطق تحديدا كذا، ولسه التاثر بتاع البيوت الغرقت يعني المشكله قد تكون مستمره شويه، ممكن تصل كمان مشاكل زي الامراض والمسودات. صح صح. الاستمرارية بتاعت المبادرة هسه احنا لسه مواصلين مع ناس الولاية، بنعرف الأخبار أول بأول إنه الحاصل شنو، الضرر كيف، محتاجين شنو، الحوجة شنو كده، وبتحاول المبادرة تسد حسب الميزانية اللي عندها يعني. جميل. طيب نحن هنطلع فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. طيب نحن يعني نتحدث عن مبادرة نداء الخرطوم، و عندنا مجموعة من الصور والفيديوهات اللي بتبين عمل المبادرة والمناطق اللي عملت فيها المبادرة في الآونة الأخيرة. نتابع الفيديو ده ونعلق عليه يا رندا. يا ريت لو يسهر على الشاشة كده نشوف. يعني تحدثت عن مناطق كثيرة جدا سلمتوها مساعدات كثيرة، وكمان يعني يمكن يكون يعني التوثيق للحاجة دي ذاتها هي مصداقية للمبادرة. وانت يعني قلتي انها هي بدايتها كانت يعني من جمعيه الصداقه السويديه السودانيه، فبالتاكيد يعني انتم بتحتاجوا شكل التوثيق ذاته في الاعمال اللي بتقوم بها المبادره عندكم. كيف اللي نتكلم عنها قبل ما نتابع الفيديو؟ جدا عشان يتم معرفه الحاجات اللي اتعملت، اللي هو بنوثق عن طريق الصور الفيديوهات كده. دي مجموعة، ده تقريبا فيديو. أيوة. دي الحقيبة الغذائية. دي الحقيبة الغذائية، الفرز حقها وتنزيل المواد. يعني كانت المكان ذاته اللي انتم عملتوا فيه شكل الفرز ده، هو المبادرة عندها مقر معين ولا يعني لازم تشوف المكان المتاح؟ ما عندها مقر المبادرة، لكن دي كان من اتفرزت في بشير، مجموعة بشير للسيارات، بشير النفادي، اللي هم كانوا تكرموا بأنه يدينا المكان عشان نفرز فيه الحقيبة. كل مرة انتم بتنفذوا حقيبة بتشوفوا مكان معين يكون متاح لها؟ هي دي أول مرة احنا نعمل دي حقيبة. أول مرة. أيوه أول مرة نعمل سلة غذائية يعني مع بعد الـ يعني بعد ما انتم يعني عملتوا الشكل بتاع الحقائب بتوزعت عليه مناطق معينة يعني كلها كده يعني كل المناطق دي توزعت على الحقائب اللي لسه حاليا اللي اتعملت دي اتعملت مره واحده كانت اول مره؟ ايوه 1000 حقيبه اتعملت او سله غذائيه وتوزعت على على مناطق مختلفه. ايوه على ثلاثة مناطق. على ثلاثة مناطق. يعني كانت حسيت انه يعني قضت جزء من حوجة الناس كده مثلا، ولا تحديدا حتى المنطقه اللي انتم بتوزعوا فيها دي بيكون لسه في اسر ما استلمت حقيبه، يعني اسر كانت اكثر من امكانيه الحقيبه تحديدا؟ في الثمانيات كانت قدر الحوجه الحمد لله. كل الأسر برضو أخذت حقائب. ايوه ايوه في الحوشاب برضو كانت كل الناس اخذت السله الغذائيه الحمد لله. في منطقه الكلاك للقبه اشتغلنا في مربعين. طبعا هو على طول الشريط النيلي الناس يعني المربعات على طول الشريط النيلي متضرره، فاحنا توجهنا لمربعين في الكلاك للقبه، مربع 6 و8. برضو الحمد لله الحوجه كفت، لكن طبعا الحوجه كبيره شديد كبيره شديد. ايوه فلسه يعني ان شاء الله لقدام الناس تعمل حاجه زياده يعني. طيب يعني المبادره مستقبلا كده يعني احنا لسه انتم شغالين في نفس الملف ده كده، حيكون في ثاني
مبادرات حتكون في مساعدات ايوه حتكون في مساعدات حسب الحوجه ان شاء الله. ولقدام اصلا هي المبادره كانت طالعه عشان تعمل المؤتمر بتاع مشاكل الخرطوم فكل مره بيتاجل المؤتمر على اساس اي حاجه بتحصل في الولايه بنحاول نخش فيها ونساعد الناس ونساعد الولايه. طيب جميل، شكل المؤتمر ده حيكون كيف؟ يعني انتوا حتقعدوا مع الولايه باجهزتها المختلفه ولا شكل المؤتمر حيكون كيف؟ انتوا كيف مرتبين له؟ كان في بدايه للترتيب وكده لكن يا هو وقفت. ايوه كان حيكون مع الولايه مع الناس مع رجال الاعمال مع حتى ممكن يكون مع المواطنين ذاتهم عشان الناس تعرف كل الوجهات بتاعت النظر. بدت الدعوه دي ثاني من جديد للمؤتمر ده ولا لسه مؤجل؟ لسه دخلنا في الفيضانات. كان حتبدا له بعد الحمله بتاعت النظافه اللي هي بدت شهر 5 وانتهت شهر 7 كان حيبدا ثاني الدعوه للمؤتمر وللتجهيز له لكن جات الفيضانات ودخلنا في الموضوع. جميل. طيب رندا السنة احنا عندنا منصة نداء برضو كده، يعني مثلا اذا في حوجه عندكم في المبادره، في نقص في الكوادر، في نقص في الميزانيات بصوره عامه كده، عندكم مشروع محدد كده حاسين انه فيه نقاط ضعف كده، ممكن حيرسل النداء يعني لكل الناس اللي حابه تشارك او تكون جزء من نداء الخرطوم. ايوه نحن يعني بنسعد بانه الناس كلها تكون تتكاتف مع بعض في ولايه الخرطوم في انها تساعد بعض وترقي من السلوك والسلوك الحضاري كل المشاكل اللي في ولايه الخرطوم ان شاء الله تتحل وترجع الخرطوم زي زمان، يعني حاجه كده. تحديدا الوصول لنداء الخرطوم كيف؟ انا لو عاوز اكون جزء من المبادره او عاوز اقدم المساعده عبر المبادره. عن طريق تلفونات ممكن اقولها. عندكم صفحه مثلا في السوشيال ميديا؟ ما عندنا صفحه والله، هي ما لانها بدت وطوالي دخلت في الحاجات دي ما تعملت صفحه في وسائل الاعلام. يعني هي دي ما ارضيه للمساعده بالذات في الفتره الاخيره دي، يعني يمكن يكون في كثير جدا من الافراد اللي هم عاوزين يساعدوا لكن ما عارفين يساعدوا كيف وبياتوا طريقه كده، يعني شفنا الحياه في مواقع التواصل الاجتماعي انه في ناس بتكون ما عارفه تساعد كيف كده، فلما يلقوا مبادرات زي دي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي كده بتسهل لهم المساعده كده. ف يعني يا ريت تكون عندك مثلا صفحه في السوشيال ميديا كده الناس بتقدر تلجا ليها لما تكون عاوزه تقدم يد المساعده او تكون عاوزه تتبرع مثلا في الحاجه دي كده، يعني افرض شويه مساحه للتواصل كده مع الناس. والله بس احنا كنا موجهين الشغل كله يعني للشغالين يعني بس انه للحوجات وكده، لكن ان شاء الله تتعمل صفحه وتعمل اعلام نداء الخرطوم عشان الناس تعرف به والناس اللي حابه تساعد كلها تدخل معنا ان شاء الله. جميل. يعني مشاريع او خطط مستقبليه كده ان شاء الله حيكون لنداء الخرطوم؟ اللي هي زي ما قلت لك حتكون في البنى التحتيه، في الصرف الصحي، في النظافه، في الصحه، في التعليم، في كل ما يخص الولايه ان شاء الله. يعني الاجسام اللي بتشارك في المبادره ذاتها قاعد تزيد مع الزمن، يعني من بدايه المبادره لحد الليله هل في ناس جداد انضموا لكم رجال اعمال مثلا او مؤسسات او شركات؟ والله يعني ايوه في زياده حسب الاعلام بتاع المبادره في زياده وان شاء الله حتزيد لقدام. جميل. كلمه اخيره كده قبل ما نختم حوارنا. والله يا اخي نشكركم في قناه استون تيبور على الاستضافه ونسال الله انه يسلم العباد ويسلم البلاد ويلطف بالناس في كل انحاء السودان. طيب شكرا لك يا استاذ فريد. يعني يديك العافيه. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. يعني يمكن يكون بس فضلينا زي دقيقتين كده، احنا في مشكله تقريبا في الفيديو اللي كنا حنطلع به، ولكن يعني تحديدا كده انتم حاليا شغالين في مبادره معينه حاليا او متكئين لمنطقه معينه كده مناطق الفيضانات او يعني قايمين بمشروع معين من المبادره؟ والله ما قلت لك احنا بس مع الولايه بنسال من النقص في يعني حته بنسال يا جماعه وين انتم محتاجين، مثلا بنسال ام درمان متواصلين معاهم يعني المحليات ام درمان بحري شرق النيل خرطوم محليه جبل اولياء الحتات المتضرره، فبنسال دائما مع تواصل في تواصل معاهم مع المنسقين في المحليات انه الحوجه شنو، كل مره بنسال منه الحوجه شنو بنحاول نسد معاهم الحوجه بتاعتهم. جميل. يعني حتى الشكل بتاع التنسيق ده متعب او مرهق بالنسبه لكم او معقد شويه كده ولا امكانيه الوصول سهله؟ لا امكانيه الوصول سهله والتعاون من الناس في المحليات كويس والداتا عندهم جاهزه بيورونا الحوجه طوالي، بيعملوا مسوحات يوميا للمناطق المنكوبه وبيعملوا لنا ابديت للداتا بتاعت المسوحات. طيب يعني من خلال التعامل مع المحليات دي انتم حسيتوا انه مثلا المشكله تزيد
كل يعني كل يوم بيكون في زياده في حجم المشكله ذاته، انه كل يوم يعني التاثر بيكون اكثر، يعني يمكن يكون بالذات في الاوضاع زي دي، يعني في حاله الفيضانات والسيول دي يمكن يكون يعني المشكله بتتعقد يعني يوميا يوم بعد يوم او يوم، لانه زي ما قلت انه الناس بيكون مثلا القاعده موجوده في الخلاء، يعني بيحتاجوا لخيم، بيحتاجوا لغذاء يومي، بيحتاجوا وبعد ذلك بيحتاجوا لحلول ممكن تكون يعني نقدر نقول حلول جذريه، يعني ما انه يعني يتم نقلهم لمناطق ايواء مثلا هنا. وشفنا يعني مجموعه من المواطنين، مجموعه من الافراد اللي هم بيقولوا اللي عنده بيت فاضي، عنده شقه فاضيه، عنده مكان فاضي انه هو بيطلب انه ممكن يقعد فيه والناس يقعدوا فيها اسر. ايوه هو صراحه بالتكاتف بتاع الناس يعني بنتجاوز الازمه دي ان شاء الله. يعني صراحه الازمه كبيره شديد، والمناطق المتضرره كبيره جدا، والأسر ذاتهم المتضررة يعني عددهم كبير. فهو إلا بالتكاتف بتاع الناس، المبادرات، المنظمات، الولاية نفسها، عشان الناس تقدر يعني تحل ولو جزء بسيط من المشكلة، لأنه المشكلة كبيرة جدا. بنتمنى كده. يعني يمكن يكون حاليا في الفترة الأخيرة دي في حصلت زي ثنائيات كده ما بين المبادرات، يعني في مجموعة من المبادرات هي تنضم لمبادرات أخرى، يعني توحيد للشكل بتاع المساعدات اللي بتقدم كده، ودي بتسهل حياة كثيرة جدا كده. هل عندكم الفكرة أن يكون في ثنائية مثلا مع مبادرة ثانية أو منظمة ثانية أو جمعية أخرى؟ والله هو كل ما كانت التشابك والمشاركة بيكون كويس شديد، لأنه عشان كل ما الناس اشتغلت كل زول براو بيكون يعني ممكن منطقة عادي يدخلوا لها منظمتين، ومنطقة تانية تكون ما دخلت لها منظمة أساسا أو ما دخلت لها مساعدة. فالمشاركة والتشابك بين المنظمات والمبادرات مهم شديد، حتى في تبادل المعلومات والأبديت بتاع المسوحات والحاجات دي. فهي يعني حاجة أكيدة ولازمة يعني إن شاء الله. إن شاء الله. رندا محمد عثمان، عضو مبادرة نداء الخرطوم، شكرا لك كثير على وجودك معنا اليوم، ربنا يديكم الصحة والعافية كلكم يا رب كده إن شاء الله، وشكرا جزيلا على الحياة الجميلة اللي أنتم بتقدموها للمجتمع السوداني دي كده، وإن شاء الله دائما موفقين يا رب. اللهم أمين. الله يديك العافية يا أستاذ فريد. تسلم. شكرا لك أنت كمان. الله يخليك يا رب. الله يديك العافية. نحن حنطلع فاصل ونجيكم راجعين مرة ثانية للفقرة التالية من برنامج 24 جرام.